الرساله ديالي هو الناس يحاولوا يحافظوا على التراث هذا رغم الانتقادات اللي كيشوفنا بعض الناس، ولكن اش غادي نقول لك، كل واحد كيمثل الشخصيه ديالو، واللي دار شي ديكور ماشي هو هذا كيتنافى مع التقاليد ديالنا، راه حتى حنا كنجيو ضده بحال المكياج الاوفر مكياج بزاف اللي كيكون زايد، داكشي حنا ضده وما داخلش في التراث ديالنا، وكنتمناو من الناس يحاولوا يعطيو هادشي القيمه ديالو باش يولي من الكرنفال الدوليه ويداو يكون عنده واحد الصدى كبير في الساحه العالميه بحال ريو دي جانيرو والكرنفالات الكبيره ان شاء الله. يعني ما كتجيبوش اللوحه ديالكم هي اكثر انفتاح، واش كتمثلوا الشباب والمفاتيح؟ لا هادشي هي كنمثلوا الشخصيات، ما دخلتش فيه بداع، ما دخلتش فيه زعما حنا كنعاملوا بشي حوايج ما كاينينش، حنا مسلمين الحمد لله، وهادشي غير تقاليد شي تورثنا من سنين هذيك طويله، كنحاولوا نجزوها ونحاولوا نعطيو واحد القيمه وصل هادشي اللي كاين. معنا ديال لوحه ديالنا حنا كنغوبريزونتيو لي ساموراي، اون بارتي من لوحه ككل فيها لي فايكينغ، فيها الفراعنه، فيها البوشلوت، ما تيش من بزاف الحوايج. يعني اللوحه ديالكم اكثر انفتاح، ما خصوش اكزاكتومون، ما شتيناش فواحد البلاصه حلينا بزاف البلايص على بلاصه البلايص.